اهلا بيكم، انا ماجدولين. النهارده هنتمرن مع بعض بيلاتس. افكركم ان احنا هنتفرج على فيديو البيلاتس، ايه هو البيلاتس وايه هي كمان فوائد البيلاتس، وافكركم كمان بالفيديو بتاع البريدنج ازاي بنتنفس في البيلاتس. هبتدي معاكم دلوقتي على طول زي ما احنا متعودين بالورم اب بالتسخين. اول حاجه رجليا القدم هيبقى نفس العرض بتاع الحوض بالظبط، اوكي؟ فاول حاجه ان كل صوابع العشر صوابع لامسين الارض، ده اللي هيتاكد القدم كله على الارض. تاني حاجه يكون نفس العرض وكمان على نفس خط الحوض، اوكي؟ وصوابعي باصه طبعا لقدام. وبعدين هحط ايديا ورا رجلي وهفرد ظهري لفوق، مش اني هشد ظهري جامد بس يبقى خط واحد. وهاخد نفس من مناخيري زي ما احنا متعودين واطلعه من فوق. انهال اكسل. العظمه بتاعت الحوض في النص تلمس الارض، بيسموها التيل بون، اللي هي حاجه زي الديل كده، نهايه الخط بتاع العمود الفقري. تاني حاجه ممكن ظهري من تحت يلمس، دي اخر حاجه هتلمسها. يبقى انهي، ودايما ايدي احافظ انها هتفضل هنا، ده اللي هيقول لي كمان انا رايحه ورا قد ايه. اكسهال. انهي. احاول كمان ان صوابعي ما تسيبش الارض. اكسهال. كل رجلي على الارض. انهي. تاني حاجه كتافي مش هتطلع لي فوق، ده مهم قوي. اكس هي، لان كتافي لو طلعت فوق العضله بتاع الظهر مش هتشتغل. انهي. اكس هي. اتاكد ان كل صوابع على الارض، اتاكد ان بطني جوه. اخر حاجه انهي. اكس هي. استنى هنا، هاخد نفس واحد وانا هنا. انهال اكسهال وهرجع هاخد نفس تاني هنا. انهال اكسهال. هعمل نفس التمرين بس هزود فيه حاجه، هجيب ايدي تحت وهاخد انهال. مش احنا قلنا هنشد نفسنا فوق واحنا بننهال، كمان هنشد ايدينا لفوق. وانا باكس هيل هرجع برضو لورا نفس اللي كنت برجعه، نفس المسافه بالظبط، وهاخد ايدي معايا لحد ما توصل للخط بتاع ركبتي. انهال لفوق واحاول اجيبها لورا. اكس هيل. انا نفس ولا تحت ولا فوق. هنعملهم كمان اربع مرات. انهي. اكسهال. عايزه افكركم انا برجع لحد الظهر من تحت بس، اللور باك، لكن مش هرجع زياده كده، خلاص انا بطني فتحت، انا عايزه بطني تفضل تشتغل. انهي. بعدين دلوقتي اخر مره انهيال. وانا باكسهال هرجع لحد تحت خالص لحد ما كل ظهري يبقى على الارض، عشان ناخد البريك اللي احنا دايما بنحبه في النص. نتنفس كده، تمام. اطلع قدام شويه، نفس كده وركبنا للأرض، وهرفع رجلي ل 90 درجه اللي احنا متعودين عليها، اللي هي ركبتي فوق الحوض بالظبط، وصوابع رجلي نفس الخط بتاع ركبتي بالظبط. دي ال 90 درجه بتاعتي.
اوكي، ايديا في الجنب على نفس الخط بتاع كتفي، ولا ورا ولا قدام، اوكي، فنفس الخط تقريبا دي كمان 90 درجه. هنا بقى هعمل انهال، هنزل برجل واحده على الارض، شايفين ايه اللي بيحصل؟ واحده بتسيب الثانيه لحد ما المس الارض بالصباع الكبير، واكس هيل نفس الرجل، انهال. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا بشغل الهيب، بشغل الحوض، بس المهم قوي هنا ان النقطه اللي هي الجون اللي اتفقنا عليها، اللي هي اخر خط في العمود الفقري اللي هي في نص الحوض، تبقى على الارض. ايه الغلطه اللي بتحصل هنا؟ ان ظهري يروح سايب الارض زياده كده، ظهري بيوجع. لا، انا عايزه ده يفضل مكانه ودي بتنزل، وانا بتنفس مناخيري تطلع، وانا بطلع النفس من جوه، يعني بينزلوا مع بعض وبيطلعوا مع بعض. انهال اكسهال. التمرين يبان سهل قوي، بس فكره ان انا احافظ على ده ما يتحركش هو اللي بيخلي كل ده يشتغل، وكمان هتلاقوا ده مع الوقت بيشتغل، كل العضله دي شغاله دلوقتي، وكمان حوضي بيشتغل. اعمل الناحيه، انهال، وانتوا طبعا ممكن تعملوها وقت افضل. اكسهال. حافظ على 90 درجه. ايه ابعد نقطه عندي؟ هي النقطه اللي تخليني ظهري ما يسيبش الارض والحوض ما يسيبش الارض، هي إيه دي اخر نقطه عندي. فانا بحاول ابعد ابعد، اول ما يسيب الارض يبقى دي اخر نقطه عندي. الخط زي ما هو والحوض باصص في السقف اربع مرات وابقى خلاص. كل ده اشتغل، الحوض اشتغل، بطني بتحافظ على التوازن، فهي كمان بتشتغل حتى وهي في مكانها. اخد نفس وهاكسهيل، انزل رجلي على الارض، انزل رجلي على الارض نفس العرض بتاع الحوض زي ما احنا متفقين. الحوض نفسه مكانه فين؟ زي ما هو باصص فوق، باصص للسقف، اوكي؟ فولا انا عامله كده ولا انا عامله كده، انا بالظبط في نفس الخط ده، اوكي؟ من هنا هاخد نفس، انهال، وانا باكسهال دلوقتي هعمل ايه؟ اول حاجه هخلي الحوض يسيب الارض، اوكي؟ وبعدين تاني حاجه هروح رافعه ظهري من تحت، بعدين نص ظهري، بعدين لحد فوق، لحد اكتر نقطه اقدر اعملها، ويفضل طبعا كده وانا بنزل بالراحة بالراحة، برجع اعكس كل اللي عملته من فوق، نقطة 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 نقطة، تمسك الارض تاني لحد اخر نقطة، اوكي؟ ايديا دلوقتي هتبقى جنبي وابتدي نعمل التمرين مع بعض. انهال، هطلع 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 فوق، اكسهال، هنزل هنزل بالراحة، نقطة نقطة تمسك. ده اسمه بريدج. التمرين ده نكمل، انهال لفوق 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 لفوق، اكسهال. وطبعا التنفس مهم جدا، لازم افكر نفسي ان انا بتنفس طول الوقت طول الوقت، انهال اكسهال، الحركه والنفس شغالين مع بعض طول الوقت. انهال لفوق 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 بالراحة بالراحة بالراحة، واتأكد ان كأني بقشر ظهري من على الأرض بالظبط. وبعدين هاكسهيل، هنزل خد لنا مرتين كمان، انهيل لفوق 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 لفوق، اكسهيل. وبعدين دلوقتي آخر مرة، انهال، هقشر ظهري مع بعض، استنى هنا مرتين، هتنفس انهال واكسهال، هطلع النفس وهعمل مرتين، انهال اكسهال، انهال
برافو عليك. راحة كده نفس البريك بتاعنا بتاع كل مرة. وبعدين اطلع لفوق زي ما احنا متعودين. انا بحب دايما نشتغل على كذا عضلة في نفس الوقت، فبرضو بحب برضو اشتغل على الظهر. اخر تمرين بنعمله في الظهر بعدين نعمل استرتش. اوكي، فاحنا دلوقتي هننام على الارض، يعني هنبص للارض. هنعمل ايه؟ هنفتح رجلينا، هي نفس التسعين درجة. هنفتح رجلينا، الخط ده فوق ده، الخط الناحية التانية نفس الموضوع، وايديا نفس العرض بتاع كتفي بالظبط. فانا عندي 90 درجة و90 درجة. اوكي، وانا هنا هعمل انهال، هاخد نفس، اطلع بس قدام شوية عشان تشوف رجلي لما تطلع لفوق. اوكي، هعمل انهال، هاخد نفس، وانا باكسهال هفرد رجل واحدة لورا وهطلعها لفوق لحد ما توصل الخط بتاع الحوض. تاني نفس الرجل، انهال اكسهال. ايه اهم حاجة دلوقتي؟ ان الحوض ده ما يفتحش كده. انهال، يبقى انا بطلع اعلى نقطة اقدر اطلعها من غير ما الحوض يفتح. اوكي، هنا عضلاتي اللي هتشتغل مين التمرين ده معمول لضهري. انا كل ما بطلع وانا باصه لتحت، خط بتاع رقبتي ماشي مع الخط بتاع ظهري، دي ساعتها هيشتغل. اكسهال كمان فور، ثري، بصوا ايه اللي بيحصل للحوض. باصص لتحت، بطني فين؟ بطني بقى جوه، مهم جدا ان بطني تفضل جوه. لو حد عنده مشكله في الريست او الحته دي بتوجعه في ايديه وهو بيشتغل، ممكن عندنا حلين، عندنا ده ممكن يكون حل، وعندنا ممكن ده، بس انا افضل نعمل ده عشان نفضل في نفس ال 90 درجه. لو هننزل تحت محتاجين بقى رجلينا ساعه تطلع سنه اعلى. لاست تايم هعمله الاول هنا، هبقى الف بعد شويه، بس عايزاكم تشوفوه الاول وانا هنا عشان يبان الحوض الناحيه الثانيه بيعمل ايه. مش عارفه باين ولا لا، بس المهم ان انتوا من عندكم تشوفوا الخط بتاع الحوض زي ما هو بالظبط. بطني طبعا جوه عشان ظهري ما يعملش كده، حوضي باصص للارض. هنكمل نتحرك، هلف انا وديكم الناحيه الثانيه. برضه ده اول مات دلوقتي عملته مره، يبقى انا فاكر ليه ثلاث مرات. اخر مره بنعمل استرتشنج في الاخر، بنقعد كويس قوي على الكعب ونسترتش قدام. وبكده نبقى خلصنا التمارين بتاعت النهارده زي ما اتفقنا. ممكن نتفرج على التمرين كذا مره، يعني نعمله هو كذا مره في خلال اليوم او في نفس المره ورا بعض. بس طبعا ما نكتفيش، نحاول ما نكتفيش بال10 دقايق او ال13 دقيقه اللي احنا عاملينها. باي باي.